الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس فريضة الله يا أخويا الكرام، التي فرضت خمس صلوات، مش صلاة المغرب ولا صلاة الفجر بس ولا العصر، لا لا، خمس صلوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا إخوة، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول: من سره أن يلقى الله يوم القيامة مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حين ينادى بها. تبغي تلقى الله يوم القيامة مسلم بين يدي الرب سبحانه وتعالى؟ أنت مسلم. قال: فليحافظ على هذه الصلوات الخمس، مش ثلاث ولا اثنين، الخمس. ومتى؟ حين ينادى بها. القضية مش قضية مزاج يا أخوة، القضية مش قضية هوى يا أخوات، لا، سان يجمع الصلوات كلها ونايم طول النهار ويجي مرة واحدة ويسحب صل، هذه فريضة الله. احنا مسلمين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أنا ما قلت هذا الكلام، هذا الكلام قاله الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة صلة بين العبد وربه، حبل موصول بينك وبين الله، إذا تخلفت وتركت الصلوات قطع هذا الحبل، يعني قطعت، تمزقت هذه الصلة بينك وبين الله عز وجل. الصلاة ثاني أركان هذا الدين. الصلاة أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الموفق في أن العاقل يا أخوة يشد حيله في المحافظة على هذه الصلوات، ما يصير الإنسان يتخلف عنها. خمس صلوات فرضهن الله عز وجل على العباد، حق على الله من أداهن أن يدخله الله الجنة. من كان مستهين يا أخوي الكرام في هذه الصلاة فليجتهد من جديد أن يحافظ عليها. كثير اليوم تجد شرائح ضخمة جدا لا تعد ممن تهاونوا في الصلاة، آباء وأمهات بيوت ما يصلون. مرت علي حالات كثيرة، الابن يقول: يا أخي أبوي ما يصلي، كيف أنا أصلي؟ الزواج يا أخوي الكرام مش أكل وشرب ومدرسة، الزواج مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان سيسأل يوم القيامة بين يدي الله. وأفضل طريق لتهيئة جيل واعي متربي على ما يحبه الله سبحانه وتعالى القدوة الحسنة، أنك تكون قدوة حسنة. أنت ريحت نفسك وريحت بالك وريحت جهدك وريحت حتى دولتك ومجتمعك ومدرستك وكل شيء وكل من حولك، أنك تنشئ لنا جيل على الفضيلة متربي وكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. القدوة الحسنة، بس خلي يشوفك كيف أنت تمشي راح يمشي معاك، تمشي بالخطأ راح يمشي معاك. إذا آباء وأمهات ما يصلون في البيوت، كيف راح يكون وضع الأبناء؟ طبيعي جدا راح يتساهلون في هذه الصلاة. يا ليت يا أخوة يا أخوات، يا ليت يا آباء وأمهات، كنا من جديد نراقب أنفسنا. القضية جدا خطيرة، قضية ترك الصلاة. عبد الله بن شقيق الصحابي الجليل يقول: ما كان أصحاب محمد يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أنت متخيل؟ ما كان أصحاب محمد يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كيف يعيش إنسان مسلم في هذه الحياة؟ كيف يسعد في الدنيا؟ كيف يتجرأ ويرفع يديه للرب وهو ما يصلي؟ يا رب أعطني، يا رب ارزقني، يا رب أنعم علي، كيف؟ أنا ما أتخيل هذا الشيء. تطلب من الله عز وجل وأنت ما أديت حق الله عز وجل، أنت ما قمت فيما يريد الله عز وجل. الله يريد منك عبادات طاعات. يا رجل كانت 50 صلاة أصبحت 5 صلوات، 50 صلاة فرضت في السماء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لله عز وجل، يقول له نبي الله موسى: عد لربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لا يطيقون. قال: قد عالجت بني إسرائيل بأقل من ذلك ولم يستجيبوا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعود لربه رايح راجع، إلى أن جعلها سبحانه وتعالى 5 صلوات بأجر 50 صلاة.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تهذب سلوك الإنسان. الصلاة راحة. الصلاة طمأنينة. الصلاة أنس بين يدي الرب. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف في الصلاة حتى تتفطر قدماه. كيف يعني؟ يعني تنتفخ قدماه. عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، لما تفعل بنفسك هذا وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أكون عبد شكور؟ أشكر الله عز وجل وأقف بين يدي الله؟ يقف يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، تتفطر قدمه صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا قدمنا إحنا اليوم؟ 5 صلوات فروض مش سنن، مش قادرين نأديها، كيف نلقى الله عز وجل؟ أرجع وأذكركم يا كرام بحديث النبي بأثر ابن مسعود عندما قال: من سره أن يلقى الله يوم القيامة مسلما فليحافظ على هذه الصلوات 5. أقولها لك بكل اختصار يا أخوات يا أباء يا أمهات يا إخوة، لا يمكن أن يسعد إنسان في حياته ولا يمكن أن تستقيم له دنيا وهو لا يصلي. لا لا لا، أرحنا بها يا بلال، كان يقول صلى الله عليه وسلم، مبريحنا منها أرحنا بها. إذن الصلاة راحة وطمأنينة وأنس بين يدي الرب. رمضان باب اليوم من خلاله تستطيع أن تجاهد نفسك وتستقيم أن تحافظ على هذه الصلوات 5. شد حيلك واجتهد ولا تيأس أبدا، واسأل الله عز وجل أن يوفقك أن تقوم بهذه الأعمال الصالحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنك يا ربنا جواد كريم. Oh,